هل لدينا يعني على الأرض بدء تحركات، بمعنى يعني بداية مفاوضات؟ إمتى تبدأ المفاوضات؟ لا، المفاوضات لم تبدأ بعد، ولكن هناك بعض بنقدر نقول إعداد للمفاوضات، تواصل لتحديد إطار التفاوضي. وطبعا احنا ما بنبتديش من الأول، احنا بنكمل على ما حدث في السنوات السابقة وما توصلنا إليه، والنقاط الخلافية معروفة للطرفين، وبالتالي في إعداد للبدء المفاوضات. إذن نحن لا نبدأ المفاوضات من البداية، نحن نبدأ المفاوضات من حيث انتهت في كينشاسا في إبريل، في كينشاسا 2021، وده كان آخر يعني آخر موعد لتفاوض. ليس لدينا رفاهية الوقت ان احنا نبتدي من البداية. الحقيقة احنا واخدين مدة من قيادتين في الدولتين بأربع شهور، ولابد من الانتهاء من الوصول لاتفاق او محاولة الوصول لاتفاق في خلال فترة أربع شهور، فيستحيل ان احنا نبدأ من البداية.